بالمنطقه طيب وقناه السويس. استاذ محمد صوب لي، هل في، انا حسب مذاكرتي كده بتقول لي كان في يوم لقاء مهم جدا غالبا يا اما مع وزير خارجيه امريكا يا اما مع المستشار الالماني، وفوجئنا بالرئيس بعدها موجود في المقطم بيتابع محور عبد المجيد محمود والاعمال اللي بتتم هناك. بالفعل كان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، والرئيس طبعا استقبله، وكانت المباحثات على الهواء لأن مواقف مصر المعلنة هي نفسها المواقف التي يعني تذكر في المباحثات. وبعدها مباشرة حتى الرئيس تحرك بعد هذا اللقاء وظهر بالبدلة كاملة، ما كانش لابس كاجوال زي ما هو كان أو ميني فورم أو سيمي فورمال زي ما هو كان بيتفقد صحيح اي محاور اخرى، لكن ظهر بلبسه الرسمي الكامل، ما يدل على انه يعني بمجرد ان انتهى من هذا اللقاء تفقد المحاور والطرق. هذه رساله للعالم وللداخل بان مصر تبني، وان مصر رغم انها تواجه هذه التحديات ومستعده لمختلف التحديات، وما يدلل على ذلك ما رايناه بالامس في تفتيش الحرب، وهو يعني شيء يدعو للفخر طبعا للفخر بمصر، لكن في نفس الوقت انها تبني مصر التي تريد ان تنطلق نحو الجمهوريه الجديده، لا يعني تترك اي كبيره ولا صغيره الا ويعني. استاذ محمد الجالي بشكر حضرتك جدا على مداخلتك. مصر عين على الوضع الداخلي وكيف يعيش المصريين وكيف نحسن احوال معيشتهم بكل تفاصيلنا، بمشروعاتنا، بمبادراتنا، وفي عين وقلب مع الامن القومي ودورنا من القضية الفلسطينية.